تحبي وصلك مدام؟ لا شكرا لك، هلا منلاقي طريقة. خلص راح وصلكم معقول؟ وين رايحين؟ شكرا كثير لك استاذ، الاشخاص المناح مثلك قلال. طيب وين رايحين انتو؟ اما عشي فندق قريب من هون او وصلنا على اي مكان مناسب. تمام تفضلي رح وصلكم، رجاء مدام طلعي. مدام تفضلي يا سيد. سيد لازم يوافق هلا. هو ما رح يروح معنا لأنه معصب مني، لأن راحت عليه رحلة القطار. أنا آسفة بس ما بقدر أمشي أسرع، أنت بتعرف السبب. حاج بقى بلا اعتذار يا أبو ناندرام. قالت أبو ناندرام ناندرام اسم حلو مو هيك؟ ايه فعلا اسم حلو فعلا. بال اعتذارها ابو ناندرام. او ماي جاد، يعني ما لازم تخلي هيك شغله تاثر على الطفل. يلا ارجوك ارجوك سامحني وقبل اعتذاري يا ابو ناندرام. يلا ايه ما عم نحسن نتواصل معهم، شو رايكم نروح ندور عليهم؟ يلا. لك ما بتعرفوا شو في على الطريق؟ وشوي تانية بتعتم الدنيا. شو؟ إيه إلا ما يلاقوا طريقة رح يعملوا المناسب على حسب الموقف. أنا كل قلقي على ريا، هي كتير بتخاف على أخي. يا ريت فيني يحكي هيك عن مايان، لأنه مو فرقان معه وجود إشكي أبدا ومبسوطة أو لا. أنا راجعة. سونو ما تحطيهم ورا، بياكلون الشبح. انت اكبر شبح عرفته، بتضل عم تاكل. شباب شباب اهان خارج التغطية، ليش عم بتدقله؟ عيب عليك تقطعهم. شو؟ يعني هلا بيكونوا عم يدوروا على سيارة إجرة، لهيك خلينا ما نقاطعهم يدبروا حالهم، خلونا نروح لسه لازم نوصل ريا وميان. كيلا يلا. هالخلافات كتير واردة، لازم تتجاهلها عادي بتصير. هلأ من شوي كنت عم قله نفس الشي بس هو ما بيسمعني أبدا. ليش؟ ليش هيك بتتصرف يا أبو ناندرا؟ لا تعيدي يا لهي. بيبين عليك لطيف بس بالحقيقة انت لئيم. طيب حسابنا بعدين. يا سيد بده نسافر بالقطار، هيك منوفر حق البنزين. طيب اللي كيف رح روح وأنا بهالوضع وبهالحالة؟ معقول يا ابني؟ أنت مهتم بالمصاري أكتر من مرتك وحملها، ما بيصير. يا سيد رح نزلكن هون، لازم تأجر رحلتك لحتى ترتاح مرتك، ولو سمحت لازم تخليها لمرتك تكون سعيدة مشان بنتك الجاية على الأقل، والخلافات بتحلوها بعدين. لازم اتصل بعائلتي. عائلتك؟ يا أبو ناندرام اللي نحن الاثنين مو عائلتك؟ لك ليش خليتها تبكي يا ابني؟ لو سمحت سامحها وراضية. راضيني ناندرام ليكي حاكي أبوكي. يلا اسمع بنتك. عن جد ضايقتيني كتير، انتي يلي بلشتي، ما كان لازم قابلك وخليكي تستفزيني. تعرفي شو؟ من الأول ما كان لازم شوفك أبداً، كان لازم ضل بعيد عنك من بداية تعارفنا. حاولت بس لما ما شوفك بشتقلك وبضعف وبضل طول الوقت عم أسأل حالي كيف هلأ يا ترى، منيحة ولا لا؟ بضل خايف عليكي وما بعرف ليش بضل خايف عليكي. تعرفي شو؟ ليكي أنا عملت كتير شغلات كرمالك بس بحياتي ما رح أقلك شو يلي عملته.
داعي أعرف. إذا كنت حكيت أم لا فرح أعرف بعدين. حاربتك وزعجتك، جادلتك ولطفنا بعض بالآخر، بعرف إنه أنت بحياتي دايماً حتضل موجود. إيه ها، برافو عليكم. كنت عم حاول استفزك، بس بعتقد اني شوي تجاوزت حدودي. انتي ما رح ارحمك. اهلين استاذ. يا هلا مدام، اهلا وسهلا، تفضلوا، تفضلي تفضلي يا هلا. وهلا شو؟ خلص بكفي دراما. انا رح احمل الشناتي. احمل المدام يا استاذ. شو قصدك احمل المدام؟ استاذ، الخلافات ضرورية بالعلاقة الزوجية، ما بتنتهي العلاقة بالخلافات، ما هيك؟ لازم تحمل المدام. لا لا لا، ما في داعي، أنا منيحة. ما روحتي من ايدك ولا وجبة اكل بحياتك، ما هيك؟ لا. ايه واضح. اذا ما كل شيء صار مثل المخطط، اهان رح يعصب اكيد. بتمنى ما يفش كل خلقه بايشكي هلا. يا قدير، انا قلقانه هلا عايشكي كثير. شباب رح شيك، اوكي؟ واكثر شخص هون لازم يقلق على ايشكي مو فارق معه. لاحظتوا؟ مايانك ما جاب سيرة ايشكي ولا مرة لهلا. ريا لا تخافي، إيشكي بتدبر حالها. ايه أساساً أخي وإيشكي بيضلوا بيتناقروا، إذا حكى أهان شي متأكدة إيشكي ما رح تسكت له. ايه بيتناقروا؟ فكرتن كتير رفقة. أهان كان يقول لي إنه إيشكي لطيفة، هي هيك. مدام رح آخذ الشناتي. ما أتقلك. لي حلا؟ شو عم تعملي؟ موبايلك. ما في داعي تردي. تأخرت، احكي. ريا. اها، وينك انت؟ بجهنم. يي، شو هالضجة اللي عندها؟ ولا شي، بس في كيس هنطة وقع على الأرض وأنا عم حاكيكي. أنا كيس حنطة؟ كيس حنطة؟ ليش وينك هلأ؟ بس أرجع بخبرك، في قصة صغيرة لا تاكليها. الميكانيكي الصبح بيجيب السيارة وبشوفك بالمنتجع. ماشي. ألو؟ ألو؟ ما في تغطية هون. انقطع الاتصال. بيكون أخذ غرفة ولا تنتين؟ شو هالحكي؟ هالاتنين مثل أفلام السينما. قومي. يلا قومي. شيلي هاد لبطنك. ليش؟ شو بيهمك بناندرام؟ قليلي مين هاد؟ هي خططت لسميها ناندرام. كل هالشي صار بسببك، ومن وراكي أنا هلأ بمصيبة كبيرة. الموظفين بهالكوخ فكروا إنه أنا زوجك. ايه يعني هي مشكلتك؟ كيف يعني هي مشكلتي؟ ليش ممكن يكون في مشكلة أكبر من وجودك؟ عن جد ما بتمناك زوج حتى لأعدائي. خرسي، أول شي ما في غرف إضافية، والقانون الرسمي بهيك فنادق إنه ما منقدر نبقى سوا إذا مو متزوجين. كيف فينا نضل بنفس الغرفة؟ أنت مو متعهد بنا؟ ايه. ايه عمر غرفة، ليش عم تشتكي؟ يعني هالشي بيضحك؟ شو بدك يعني إلا لميانك؟ أنا وياكي ما فينا نضل بنفس الغرفة أبداً. إذا حضرتك شايف هالشي مصيبة،
رح شوفهم كرمال الغرفة الثانية. أول شيء طريقتك بالحكي معي كتير غلط، لهيك ما عاد تستخدمي معي هالأسلوب أبداً. وليش لننزل لتحت؟ هو قال ما في غرف يعني ما في فايدة، كله بسببك. عملتي لنا دراما وبس. شو هالمصيبة هي؟ شو بدي ساوي فيها؟ لا بالعكس، يلي صار كان بسببنا نحن الاثنين. مين قصدك؟ أنا وناندرا. ولك حاجتك دراما بقى. चले ना जोर इश्क पे थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर इश्क पे ये दर्द है या है दवा चले ना जोर इश्क पे थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर इश्क पे ये दर्द है या है شوب مو كيف عجب هالفلسفة قصة مارا. ما كان في شوب، ازداد فجأة. وين جهاز التكييف؟ ما هي ما هي ما لقيت الجهاز. لكني لقيته. تليفونه خارج تغطية. ما تخافي ريا، حكيته من شوي وطمني. ما تخافي. أخي من لما كان صغير بيعرف يتصرف منيح، هلأ صار حدا ناضج فلا تخافي رح يعرف يتصرف أكيد. ومتأكد الأخ أهان رح يتصل فينا. اطمني. صباح. يلا شو منمشي؟ صباح يا أستاذ، كأنه في شبح بسيارتك. شو؟ وينه؟ بس ما في حدا هون. شو عم تشرب وانت بالشغل؟ لا أستاذ. شو سكران؟ شفت حدا وقت جيت أخذ الشناتي. كأنه نفس الشخص يلي أخذ تفاحتين من عنا. نامي عالتخت، أنا بنام عالكنبة خلاص. شكرا. بحتاج مساحة واسعة وقت نام. في تغطية بموبايلك؟ لا، بس بعتت لميانك رسائل، بلكي بتوصل بعد شوي. ايه وأنا كمان رح أبعت لريا. ليش شوب كتير هون؟ ليش؟ لأنه المكيف محطوط عالدرجة 24. 24؟ إذا بتنامي بدرجة 24 نامي برا. أنت مستحيل. 16؟ إذا بدك تنامي بدرجة 16 نام بالقطن المتجمد. معناها نامي وغطي حالك منيح إذا حسيتي بالبرد. أنا ما بقدر نام بالشوب. وأنا ما بقدر نام بالجو البارد. وهلأ شو رح تعملي؟ ما بتنامي بين تشرين الثاني وكانون الثاني؟ ليش؟ بتضل فايق من أيار الحزيران؟ ليكي لو سمحتي ما بدي أتجادل معك، رح تضل الدرجة 16 وانتهينا. استنى، أنا عن جد بمرض هيك. ولك أنا يلي مرضت فعلاً لأني عم جادلك. جد؟ كل هاد ما رح ينفعك ها؟ خلص اسكتي بقى وحاجة تحكي. طالما أنا دفعت لهي الغرفة قراري هذا النهائي، وكلمتي هي كلمتي هي يلي رح تمشي. ما بيهمني كل هالحكي، المكيف ما رح يضل على حاله. وكرمال المصاري، لحظة. شو عم تعملي؟ تفضل، هاي 150 وهاي 12، بدفع لك الباقي بعدين. ما بيهمني إذا دفعتي لي ولا لا، جهاز التحكم هاد هون ورح يبقى هون. ما حزنت، المكيف رح يضل 24. المكيف رح يضل على 16 مو بكيفك.
قلت لك 24. قلت رح يضل على 16. قلت لك 24. استني 16 لك. لك خلص تكي. انبسطتي؟ هاي الجهاز خرب وبطل يشتغل وضل على 16. انكسر الجهاز وصار مثل ما بدك. أنا ماني عم أمزح عن جد، إذا ما رفعت الحرارة بمرض. قبل ما تنامي لا تنسي تطفي الأضوية. شو حلو حلو مو هيك؟ تصميم الغرفة عن جد بجنن. ايه صح، نسيت إلكن. أهان حكى مع ريا وطمنا، على الأقل عرفنا أنه سوا. كنا صرعناهم بالاتصالات بالليل. مو الكل، بس أنت وأنا وسونالي ونخبر ريا. مين ضل غيرنا؟ مايانك، برأيك هذا الوضع مو غريب؟ ما حاول مايانك يتصل بإشكي ولو لمرة واحدة. يمكن يكون تعب من هالشي أو حاول ونحن ما شفنا. طيب يمكن. ليك خلينا نروح نخوف سونو بشبح السيارة. امشي يلا. يلا. مستحيل قديش ممثلة. يا ربي حرارتها طالعة كثير. ألو، عندكم دواء للحرارة وللسعلة القوية؟ لو سمحتي ابعتوا لنا دغري على الغرفة رقم 609. يلا شكرا. بالأول ما ردت علي وخففت درجة الحرارة، وهلا أنت عم تتصرف وكأنك مهتم فيني. عندك مشكلة إذا أنا مهتم؟ ما بتخلي مجال لساعدك حتى. غريبة. ماني غريبة، بس بسيطة. أنت الغريب. المسكينة ريا ما بتعرف حتى وين رايحة بحياتها هالتعاسة. أهان وإشكي لهلأ ما وصلتهم رسائلي. ريا، إيه ما عم تفكري غلط. ما شو؟ لأنه أنت بتعرفي كارتك بيضل ينكت كل الوقت عن أخي وإشكي، بس هو ما قصده بنوم. بعرف إنه هو قصده المزح. إشكي ومايانك رح يتزوجوا ما هيك؟ وأنا وأهان مرتبطين هلأ، شو اللي بده يخليني خايفة؟ الشكر للقدير، عكس أخي كارتك الغبي فيه يخلق مشاكل بين أي اثنين. أصلاً أنت بتعرفي طبعه. بالحقيقة ما بعرف، أنا هي أول مرة بلتقي فيكن، وأهان معرفني عليكن من قبل. صح، بس ليكنا عم نتعرف. وصدقيني يا ريا، نحن كتير مبسوطين فيكي. أكيد رح حبك كتير. هي الحقيقة. بتمنى من قلبي. تعرفي وقت عزمني آهان لألتقي بأهله كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لإلي. وقتها حسيت بشعور كتير حلو. حكى معك آهان على المستقبل البعيد؟ يعني قصدي قلك تتناقشوا بقصة الزواج؟ حكيتوا بهالشي؟ تفضلي مدام، الدواء إليك. شكراً شكراً إلك. ممكن نخفف التبريد؟ تمام أستاذ، رح أحاول صلحه. وكمان الجهاز إذا سمحت صلح لنا إياه. أكيد. أعطيتها حبة من هالظرف لحتى اتنيناتكم تقدروا ترتاحوا وتسترخوا شوي. بجيب لها لمرتي نفسه. هاد كرمال الحرارة؟ صح، بس الحرارة المرتفعة بتخلي المرضان ينام. أكيد اتنيناتكم رح تكون أموركم بخير.
رح تنزل حرارتها ورح تطيب من الحمام؟ طبعا. طيب. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.